قضية أن يختلف مجلس الشورى مع مجلس النواب جدا طبيعي، لأن كثير من المشاريع أصلا تأتي من النواب ليست بالإجماع. أنت تعرف، أنت لما أنا أحمل الميزانية ديون ويعني ريح الناس لسنة أو سنتين، من سيدفع أتعب هذا الديون؟ الناس نفسهم. فهناك يقول لك أنا بخلي أنا أعطيه وخله يتحمله، وعدهم يقول لك لا أنا خلني أنا يعني يتحمل الآن ولا يتحمل أكثر بعدين. ثم أن ما ذكر أيضا الدكتور عيسى أن هناك مغايرة يعني في الاختصاص، هناك مغايرة في الاختصاص، يعني حقا الشورى هو مكمل للتشريع في مجلس النواب، لذلك المقترحات برغبة تأتي بلا يعني بلا حد، وما لا يتدخل فيها المجلس. ليش؟ لأن بينه وبين الحكومة تبي خيارية، تبي تسويها ولا ما تبي تسويها، هذا بالنسبة للحكومة، فلا يتدخل فيها، ويتمنى أن يعني كل ما يمكن أن يتحقق يتحقق. في مجلس الشورى أطباء، مهندسون، محامون، ضباط، رجال دين، أكاديميين، تربويين، محاسبين، وماليين، وزراء سابقين، وكلاء سابقين، نواب سابقين، فكل الأنواع موجودة. أنك أنت دورك الشفاعة، أنت لست تنفيذي وتشفع، لذلك حين النواب يبرون ذمتهم بإيش؟ أن سويت اللي علي. في الحقيقة الذي يتنفذ إذا الأعداد مثل هذه ما أتوقع يصل إلى 2%، إذا تنفذ 2% هذه إنجاز.